صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 45 لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: يستبدل بتعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة التعريف الآتي: الوزير وزير التربية والتعليم.